النهاردة هنعمل لكم عيش. عيش النهاردة هنعمله بالسبايسي بالبهارات. فتعال نجيب من الجنينة البهارات. ده التيميم، كله فريش. ده تيميم ريحته في منتهى الجمال. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ها ناخد شويه من ده. ده ليمون تيميام. ده ليمون تيميام هنعمل بيه العيش، هيبقى مشكله. ليمون تيميام، تعالوا نشوف الدنيا تلج. يلا بينا. الجو جميل جدا النهارده وسنو. جبنا التيميام الفرنساوي او تيميام الليمون، وهنضيفه مع السمسم. انا عندي 110 جرام سمسم، 5 جرام بيكنج باودر، 20 جرام فريش كريم، 15 جرام زيت زيتون. هنحط رشة من الكركم. الكركم مفيد جدا 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 للصحة. بيضتين، والناس اللي ما بتحبش البيض هنحط ريحة خل التفاح عشان خاطر يضيع ريحة البيض. اوكي، هنحط العشب بتاعي زي ما انتم شايفين اهو، تيميام مع السمسم، 110 جرام سمسم خلاص، وهنضيفهم ل الكبة اللي عندي. خلاص ضفناهم للكبة، يبقى ده السمسم اهو. زي ما انتم شايفين حاله كويس قوي. ممكن تنعمه خالص لحد ما يبقى طحينة. خلاص بقى عندي هنا اهو، بقى ايه لو استنيت شويه هيبقى دقيق، هيبقى طحينه. بفضيه هنا اهو، خلاص. وبضيف ايه؟ زيت الزيتون، فريش كريم، وممكن مكان الفريش كريم لو عاوز تضيف ميه تضيف البيض. وبضيف مع البيض عشان خاطر الناس اللي متحبش ريحة البيض خل تفاح. تمام، 5 جرام البيكنج باودر. يا شباب الكركم مفيد جدا جدا للصحة، فنحط رشة كركم حسب ما انت بتحب. لو ما بتحبش الكركم مش لازم تحطه. وجرام ملح او اقل، الناس اللي عندها ضغط ما بتحبش الملح. ده ملح الهيمالايا، مفيد جدا لنظام الكيتو. بس الموضوع بسيط جدا. وهنضرب كل الخلطة مع بعض. بسيط جدا وطعمه هتشوفوه وسهل، مفهوش اي حاجة صعبة. نضربه كويس ونحس ان هو ايه القوام بتاعه خفيف. ممكن تزوده شوية مية لو عاوز، وممكن تزوده كريمة فريش لو عاوز حسب ما تحب.
جبنه طاسه تيفال ما غير قابله للصق، نحط زيت زيتون ونمسح الطاسه كويس بزيت الزيتون ونستنى لما الطاسه تسخن، لازم تكون تسخن، وبعدين احطها على نار متوسطه، ما احطهاش على نار عاليه زي ما انتم شايفين كده اهو. ادي العيش بتاعنا، وزي ما شفنا التيميم ممكن احط على الوش وشويه حبه البركه اللي بيحب حبه البركه، تمام. وبعدين بغطيها عشان اضمن ان الحراره كلها تكون مظبوطه وتطلع معايا يخلي الرغيف يقل. وبنستنى بتاخد ممكن دقيقه دقيقه ونص حسب ما انت حسب النار بتاعتك، بس الاحسن تبقى على نار متوسطه عشان خاطر ما تضيعش منك، ما تخليش يلون من تحت. بالظبط بناخد حوالي بعد 40 ثانيه كده بنبص عليه تاني، او بعد دقيقه بنبص عليه تاني. طبعا انت عشان بتبقى عارف النار بتاعتك مش عاليه فتقدر تستعمله تاني. لازم يا شباب حبه البركه من الحاجات المفيده، التيميام وممكن تحط اوريجانو او ممكن تشيلهم، الكركم مفيد جدا جدا، يا ريت اي اكل ناكله او لو مره في اليوم ناكل الكركم، مضاد للالتهابات، بيشفي الام المفاصل، ممكن تقرا عنه ساعات وساعات، الكركم مفيد جدا جدا للصحه. خلي التفاح برضه بيفيد اللي عنده حموضه او المعده بتاعته مش مظبوطه، ف معانا النهارده حاجات الخبز، الخبز مفيد جدا اللي هو نظام الكيتو، ومعظم الناس بتوع الكيتو بيبقى ناقصه بس اللذه بتاعت الحياه ان هو الغموس زي ما بيقولوا، عايش كده ياكل بيه بيحس بمتعه تاني. بياكل عاوز ياكل سلطه سمسم او طحينه، فبتبقى حاجه جميله جدا. والاعشاب كلها فوائد يا شباب، الاعشاب كلها فوائد، فلازم يكون عندنا. طبعا ده ينفع جلوتين فري، العيش ده جلوتين فري، الناس حتى لو مش كيتو لو هم جلوتين فري عندها حساسيه من الدقيق ممكن تستعمله، ولو هو برضو فيجيتيريان ممكن يستعمله، والناس اصلا اللي هي بتزيد من العيش العادي ده او عندها حساسيه من الجلوتين تقدر تستخدمه، مفيد جدا يا شباب، مش لازم بس تكون كيتو عشان خاطر تاكل الاكل الصحي. زي ما انتم شايفين كده اهو، كام كلوزة العيش بتاع اب بقى عامل زي البانكيك، وغطي شايفين العيش اهو استوى بالظبط، خد دقيقة ونص. هنعمل واحد تاني، ممكن نعمل احنا نتحكم في حجم الرغيف زي ما احنا عاوزين، زي ما انتم شايفين حط شوية، انا بحب حبة البركة وبحب التيميام، واغطيها ونستنى دقيقة تاني هنشوف يحصل ايه. ادي الرغيف التاني زي ما شايفين نافش اهو، ده خد لون شويه بس جميل، وده الرغيف الاولاني. نقدر نفتحه، عيش طعمه تحفة، التيميام والكركم زيت الزيتون كل حاجة فيه جميلة اهو. دي تقريبا بتعمل لنا اربعة رغيف صغير او
حجمه كويس جدا، تقدر تعمل سندوتش بيه الصبح انت رايح الشغل وتتعشى بيه بالليل. كده العجينة زي ما انتم شايفين عملت لنا اربعة، طبعا واحد اتنين تلاتة والرابع في ايدي بعمله سندوتش. ممكن لما عندك سمسم تستعمل طحينة 110 جرام طحينة مع نفس المقادير هتمشي معاك. ممكن تعمله من غير حبة البركة، ممكن تعمله من غير التيميام او اي بهارات اوريجانو زعتر اللي انت تحبه. وحاجة تانية جميلة خالص، شيل البهارات وشيل الملح وحط مكانه 30 جرام سكر ستيفيا، هيطلع احلى بانكيك في العالم كله. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معانا. مش هقول لكم ما تنسوش بالتعليق السبسكرايب تفعيل زر الجرس، ويا ريت يا ريت تنشروا ليعم الاجر. السلام عليكم، كل عام وانتم بخير.